الحق وأنا نشهد أن قناة يقرأ كانت إضافة إعلامية مميزة للساحة الإعلامية الإسلامية المعاصرة. ونحن نعرف أن قناة أقرأ هي كمان عندها تحمل رسالة لما فيها خير المجتمع. يكفي أقرأ أنها كانت أول قناة تعليمية دينية تربوية، يكفي أنها أول من طرق هذا المجال. زوجتي والأبناء شغوفين بحضور هذه القناة الفتية. طبعا قناة إقرأ دخلت بيوتنا عبر تخصصها الديني والمعرفي والثقافي، كسبت احترام الجميع خصوصا الآباء. لها نسبة مشاهدة طيبة في الجمهورية التونسية، قناة جامعة، ومفاتيح مشاهديها يتطور من سنة إلى أخرى. لكن قناة إقرأ كانت في الطليعة ونتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله تعبروا 200 عام والـ2000 عام. وكل عام وقناة إقرأ بخير. قناة إقرأ الحقيقة من القنوات القراء اللي هي الحقيقة قريبة إلى قلوبنا، وأنا الحقيقة من المتابعين لقناة إقرأ المتميز فيه الحقيقة من برامج جميلة وتوعوية وقريبة إلى القلب حقيقة، وبرامج موضوعية ومفيدة أيضا، مفيدة للمجتمع وللأسرة فنبارك لهم هذه الذكرى ونتمنى لها مزيدا من الألق و التقدم إن شاء الله في الفترات القادمة.